السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هعمل مراجعة شاملة على سيكشن الفيتال ساينس، لان سيكشن الفيتال ساينس من اهم السكاشن عندك في المنهج وبيجي منه اسئلة كتير في العملي. فانا هحاول النهارده تخرج من الفيديو عارف كل الافكار اللي هتجيلك في الامتحان. طيب انا شرحت في الفيتال ساينس شرحت التمبريتشر كاملة، يعني كل حاجة عن التمبريتشر، فاضل لنا البلس والريسبيريشن والبلاد بريشر. طيب انا النهارده هعمل ايه؟ البلس والريسبيريشن والبلاد بريشر، وانا بحل كده هنلاقي منهم اسئله، فحاول ادمجهم، فاهمين؟ انا هشرحهم تاني لوحدهم، بس هحاول افهمك كده واعرفك كل حاجه، وهجيب لك من الكتاب، يعني السؤال اللي هنشرحه هجيب لك فكرته موجوده ازاي في الكتاب، هتتحل هتتعامل معاه ازاي، فاهمين؟ يلا نبدا. اول سؤال معانا النهارده، وات ار ذا فور مين فيتال ساينس؟ بيقول لك الفيتال ساينس اللي هي العلامات الحيويه، بيقول لك في احنا عندنا اربعه رئيسيين كده في العلامات الحيويه، تعالوا بقى نجيبها من الكتاب. انا يعني احنا شارحين ديت وهجيب لك كل حاجه من الكتاب، شايفين يا شباب؟ اللي هي التمبريتشر، البالس، الريسبيريشن، البلاد بريشر. يبقى الاجابه ايه يا شباب؟ يبقى الاجابه البلاد بريشر والريسبيريشن والتمبريتشر والبالس. لما تيجي تحل حل بالاستبعاد، يعني مثلا زي البالس والاكسجين ساتوريشن، الاكسجين ساتوريشن مش من فين، مش من مين فيتال ساينس، تقوم جايب جنبها اكس كده، يبقى يعني مش معاك. طيب ديت كمان في اكسجين ساتوريشن، يبقى مش معاك. طيب البين مش معانا، يبقى الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه دي. وانت بتحل كده يعني حاجه اسمها الاستبعاد، عشان اهو شايفين الاجابه، الاجابه كوركت، فاهمين؟ طيب السؤال اللي بعده، نيكست، البالس از ذا فيفث فيتال ساينس. السؤال ده كان فاكر ان هو كان جالي على سنتي، والسؤال ده خلي بالكو من النظر، يعني ايه؟ مشهور جدا جدا. البالس مش من الفيفث فيتال ساينس، دي اسمها ايه يا شباب؟ هتاخدوا، انا هشرح لكم في ماده اساسيات تمريض محاضره اسمها ايه؟ محاضره اسمها البين. اول ما تاخد محاضره البين هتيجي تفتح كده المحاضره من فوق، يقول لك ان البين من الفيفث فيتال ساينس، وهجيبها لكم الكتاب اهو، شايفين؟ ان البين اسسمنت ذا فيفث فيتال ساينس مش البالس. يبقى الاجابه ايه يا شباب؟ الاجابه خطا. نعمل سبميت، شايفين؟ فورس. اللي بعده، نيكست، بقول لك سيلكت اول ذات ابلاي فور بادي تمبريتشر. انا شرحت لك دي في البادي تمبريتشر، قلت لك ان البادي تمبريتشر احنا ازاي في البادي تمبريتشر، يعني عرفت لك يعني ايه بادي تمبريتشر، قلت لك ات ذا بالانس بتوين ايه، هجيبها لك من الكتاب عشان بس تكون فاهم كل حاجه اهو، شايفين يا شباب؟ هو السؤال قدامك اهو، هجيب لك من الكتاب وبعد كده نحل. قلت لك ان المره اللي فاتت في البادي تمبريتشر قلت لك ات ذا بالانس بتوين ذا هيت بروديوس باي ذا بادي اند ذا هيت لوست فروم ذا بادي، وشبهتها لك لما انا بجري وبعرق، طب العرق ده هو اللي بيخلي الواحد حرارات جسمه يعني تهدى وكده، فانت فهمتها من المره اللي فاتت. يبقى الاجابه معناها بقول لك سيلكت اول، يعني في واحده كمان مش واحده بس، حاول تقرا كمان الاجابات، يبقى دي معانا. ما بقول لك ايه؟ ريفلكت ذا بالانس بتوين ذا هيت بروديوس باي ذا بادي اند هيت لوست فروم ذا بادي، يبقى دي معانا، مكتب عليها صح كده. طيب اللي بعدها، تو كايند اوف باجي تمبريتشر ار كور اند بريفر، لا دي مش معانا. كور تمبريتشر از ميجرد اوف ذا سب كوتينوس، لا ده انا قايل لك المره اللي فاتت ان الكور دي اللي بتبقى داخليه، اما السيرفس ديت اللي هي بتبقى سب كوتينوس والفات، وهجيبها لك اهو، شايفين يا شباب؟ قلت لك المره اللي فاتت ان الكور ديت اللي هي بتبقى في الديب تيشو، اما السيرفس اللي بتبقى فين؟ في السب كوتينوس اند الفات، فاهمين؟ قدامك اهيت عشان بس تكون ايه؟ شايف كل حاجه. يبقى ديت غلط، لان الكور دي بتبقى اينر، مش بتبقى في السبكوتينوس. كور تمبريتشر ريلاتيفلي كونستانت، ايوه يعني الكور دي اللي بتبقى داخليه، كور ده الحراره الداخليه بتبقى كونستانت. يبقى انت بنعمل كده سبميت، الاجابه صح كوركت، فهمت؟ دي جبتها لك من الكتاب ودي جبتها لك من الكتاب، قلت لك ان الكور ديت مش السبكوتينوس، لا الكور دي بتبقى في الاينر تيشو. اللي بعد هنا، الحته دي مهمه جدا جدا، وهتيجي كمان في النظر، يعني الاسئله ديت يعني فيها بيجي في النظر وفيها بيجي في العملي. بقول سيلكت اول ذا ابلاي وات ار ذا فاكتور ذات افكت بادي هيت برودكشن، بقول لك ايه العوامل اللي بتاثر على انتاج درجه الحراره. بصوا يا شباب، اللي بتاثر على الهيت برودكشن عندها حاجه اسمها اسمه السيروكسين، ده بيأثر على درجة الحرارة. تاني حاجة اسمها الشيفرنج، ايوه الشيفرنج الانسان يعني يجيله رعشة وكده. حاجة اسمها البيزل ميتابوليزم، دومت اللي بيعملوا ايه؟ اللي بينتجوا او مسؤولين عن انتاج الحرارة، فاهمين؟ الكونفكشن ديت يعني لو واحد ده بيحل زي ما انا عاوده بخاصية يعني بالاستبعاد، الكونفكشن دي من يعني من وسائل ان انت تفقد الحرارة، فاهمين؟ حاجة اسمها بالكونفكشن.
الراديشن دي كمان من وسائل فقدان الحراره. يبقى الراديشن والكونفكشن مش معانا، هتاخدوا حاجه اسمها الكونفكشن وحاجه اسمها الراديشن يعني التوصيل. مثلا انا جسمي سخن ولمست حاجه ساقعه مش جسمي بيبرد، فديت يعني الحاجات دي هتاخدوها ازاي درجه الحراره نفقدها. طيب نعمل سبميت، الاجابه ايه؟ الاجابه صح. تمام اللي بعده هنا، ذا سكين مور ريسبتورز فور كولد ذان ورمز. ايوه ان السكين بيبقى مور في ريسبتورز للكولد زي ان الورمز. يعني السؤال اللي فات ده مش قوي قوي يعني مش هيجي لك في الامتحان، يعني اعرفك يعني مثلا السؤال اللي ظهر قدامنا ده دي بيجي على طول في الامتحانات، اللي هي البايركسيا. البايركسيا دي يا شباب ان درجه الحراره بترتفع اباف النورمال، بيسموها ايه؟ بيسموها اللي هي الفيفر او البايركسيا، ان هي درجه الحراره بترتفع ايه؟ اباف النورمال. شايفين؟ يبقى الاجابه ايه؟ اباف تمبريتشر ذات از نورمال. لا غلط، دي كمان هشرحها لكم في النظري. ما هو انا شرحت التمبريتشر في العملي، كمان في جزء في النظري بيبقى تكمله كده، فاهمين؟ بس انا بقى واحنا بنحل كده بندمج الاثنين. يبقى اباف تمبريتشر ذات از نورمال غلط، اباف تمبريتشر از اباف النورمال. ايوه، ما قلت لك ان البايركسا ان الباك تمبريتشر اباف النورمال مش بلو نورمال. سبميت، شوف الاجابه صح. وانا عايزك تتعود تحل الكتروني علشان الامتحانات الايام القادمه هتبقى يعني في امتحانات بتبقى الكتروني. دورنج قال انترميتنت فيفر، الانترميتنت فيفر ديت من يعني من انواع الفيفر. طيب نقرا كده مع بعض. ذا فيفر اوايد رينج اوف تمبريتشر فلكتويتنج اوفر 24 اور. لا عارفين يعني ايه يا شباب انترميتنت؟ في حاجه اسمها كونتينوس يعني ايه مستمر، حاجه اسمها انترميتنت يعني متقطع. بقول لك اوفر 24، لا دي مش معانا، لان ديت ده مش انترميتنت. بقول لك الحراره قعدت مرتفعه وتعمل قعدت فلكتويشن كده اكتر من 24 ساعه. لا غلط. زير ار شورت فبراير بيريود اوف فيو دايز انتر، لا مش معانا. باجي تمبريتشر فلكتويت مينلي بات اولويز ريمين اباف النورمال، لا مش معانا. باجي اذا باجي تمبريتشر الترنيت اريجولار انترفال بتوين بيريد اوف فيفر اند بيريد اوف نورمال، ايوه من اسمها ساعات قلت لك متقطعه، ساعات شويه يعني ساعات في فيفر وساعات يرجع للنورمال، ساعات في فيفر وساعات يرجع للنورمال، دي اسمها الانترميتنت فيفر. يبقى الاجابه ديت معانا. سبميت، شايفين يا شباب؟ فهمتوا؟ فهم. الهايبوثيرميا يا شباب، هايبو يعني قليل، هايبر يعني عالي، الهايبوثيرميا يعني درجة الحرارة أقل من إيه؟ أقل من النورمال. بس بصوا بقى يا شباب، هنا لو جيت تبص كده جايب لك درجة الحرارة ولاحظت بالفهرنهايت من المرة اللي فاتت، لو سمعت الفيديو عرفتك إزاي التحول من الفهرنهايت لسيليزيوس ومن سيليزيوس للفهرنهايت. بيقول لك بقى إن درجة الحرارة بتبقى هايبوثيرميا لما تكون 96.8 من 10 اند بلو. لو حولتها بالسيليزيوس هتلاقي ان كلامي صح، لان درجه الحراره من 36.5 ل 37.5 دي بالسيليزيوس. لو حولت الرقم ده بالسيليزيوس هتلاقيه قليل، فدي تبقى الاجابه دي معانا، يبقى 96.8 من 10 اند بلو. اللي بعده ويتش اوف ذا مهمه مهمه والله العظيم، السؤال ده بيجي في الامتحان على طول، يعني ممكن تلاقي اول سؤال عندك ان هو السؤال ده. ويتش از ذا موست اكوريت ميثود تو ميجر بادي تمبريتشر. بقول لك مين في دمت اللي هي الاكوريت ميجر لو احنا عايزين نقيس درجه حراره. بقول لك يعني افضل مكان او افضل حاجه يعني بتبقى اكوريت، مش افضل مكان، ركزوا، انا بقول افضل حاجه بتقيس درجه الحراره يعني بيدي لي قياس صحيح، اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي الريكتال، ركزوا، اللي هي الريكتال. افضل ايه؟ افضل يعني بيدينا قياس دقيق ليه؟ عن طريق فتحه الشرج. شايفين؟ دي ما كنتش قلتها وانا بشرح العملي، السؤال وضحها لك يعني افضل طريقه يعني وكده، او افضل قياس. ذا ستيج اوف فيفر انكلود. بقول لك ان الفيفر خباك في النظري محاضره عن الفيفر، بس والله يا شباب حل الاسئله يعني لو انت بتذاكر وتحل اسئله المعلومه بتثبت، فانت كده بتلم معلومات. يعني الفكره في كل منهج انت بتاخده يا شباب ان انتوا تلموا معلومات عن المنهج كافيه، ان انتوا يبقى عندكم نولج كافي عشان بس تبقى فاهم الطريقه، ان انت بتخش تدرس منهج عشان يكون عندك نولج كافيه تساعدك لما تتخرج، فاهمين؟ مش منهج وبذاكره وخلاص، لا انا منهج باخده عشان يبقى عندي نولج ويفيدني. فانا بقول لك ان ستيجز اوف فيفر يعني الفيفر دي بتبقى لما بتحصل في ستيجز، مش في ركزوا كده، اونست ده تلاقوا كده في النظري اونست، وبعد كده اللي هي كورس، وبعد هي كده الابيتمنت مهمه الاولى، اونست كورس ابيتمنت. شايفين؟ شايفين اللي بعده السؤال ده مهم جدا جدا، وانا عايز اربط بقى ايه، احنا لسه ما كنتش صراحه البالز،
بس اهو اهو بنذاكر يا شباب. انا عايزكم تفهموا حاجه، انا دوري ان انا مش هقعد احفظك منك، انا عايزك تجيب تقدير كويس في الماده، عايزك ان انت تعرف تجيب سكور عالي في الماده. فحاول لنا ان انا يعني ابذل مجهود شويه واعرفك كل حاجه. فاحنا دلوقتي هنخش ناحيه الباص، بقول لك اذا اتاكي كارديا ظهرت ليت. التاكي كارديا، تاكي يعني سريع يا شباب، برادي يعني بطيء. التاكي كارديا احنا، طب حد يقول لي انت بتقول وقت ان تاكي كارديا يعني ان القلب ان البلس بقى عالي، طيب النورمال بالس ايه؟ ما انا عايز ابقى عارف بقى النورمال بالس من 60 ل 100. طب انت جبت الكلمه دي منين؟ مألفها يعني؟ لا اجيبها لكم ارجع من الكتاب. بص كده يا شباب اهو، ان النورمال بالس رينج من 60 ل 100 بيت بير مينيت، هيلعب لك بقى في الامتحان. تاكي كارديا يعني اكتر من 100، برادي كارديا يعني اقل من 60، فاهمين؟ اهو والكلام قدامك، نورمال بالس رينج من 60 ل 100، التاكي كارديا اكتر من 100، البرادي كارديا اقل من 60. التالي الاجابه عندك اهيت ان هي ال 100 اند اوفر 100 بيت بير مينيت، بيت ان هي نبضه يعني في الدقيقه، ايه واكتر من كده يعني، يعني 100 101 بقى وانت طالع. يبقى الاجابه يا شباب نعمل كده سبميت، نشوف اجابتنا صح ولا غلط. سبميت الاجابه صح. اللي بعده ده هو خرج ليه؟ هنا اهو، هنا كام؟ برادي كارد لسه قدامك، برادي كارد يبقى اقل من كام؟ قدامك اهيت، يبقى اقل من ايه؟ من 60، يبقى اقل من 60. راحت فين؟ اقل من 60. يبقى نكتب هنا مثلا كده كام؟ نقوم كاتبين هنا مثلا 60 كده 60، او تكتب مثلا رقم 60 60. انت بتعمل ايه؟ معلش انا كتبتها 66 غلط يعني، ف يعني الورد ام كده. نكمل هنا. وين دوينج ان ابيكال بالس اكزامينيشن وات دو يو اوبسيرف سيلكت اورز ابلاي. في حاجه اسمها الابيكال بالس يا شباب، طب ما تجيبها لي كده، لان الحته ديت مهمه جدا جدا. شايفين في عندكم سيكشن اسمه ازاي بنقيس الابيكال بالس. الابيكال بالس ده شايفين سيكشن اهو، انا لسه هشرحه، بس ممكن مثلا انتوا كنتوا تكونوا خدتوا الحاجات دي في السيكشن تبع البالس، فانا عايزك مثلا وانت عليك كويز ولا حاجه هتحله، فهو احنا بنراجع، لان في ناس طلبت في التعليقات عايزين مراجعه لان احنا علينا كويزات وكده، ففي سيكشن اسمه الابيكال بالس. طب انا عايز اعرفك ليه الحته دي ليه؟ لان الحته ديت مهمه جدا جدا يا شباب. احنا لما بنيجي نقيس الابيكال بالس بنعمل اوبسيرف لثلاث حاجات مهمين وبيجوا كتير في الامتحان، للكواليتي للريزم لايه للريت. الدبس مش معانا، يبقى الكواليتي الريزم الريت مهم. خد بالك السؤال ده كان جاي في الامتحان، انا ما اتذكر يعني، بس الحاجات دي انا فاكر انها مهمه. هو خلاص اجابه صح، جاء داخل على السؤال اللي بعده. الرسمه دي مهمه، ممكن يجيب لك كده رسمه في الامتحان ويقول لك اماكن قياس البالس. طيب بصوا يا شباب، الرسمه اللي هجيبها لكم دي، هتبعد بس كده الكاميرا شويه، نبعد 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 اهو، دي الاماكن اللي بنقيس منها البالس. هنا التيمبورال، اسم هنا على التيمبورال، هنا على الكاروتيد كاروتيد ارتي، هنا الابيكال اللي انا لسه متكلمك عليها دلوقتي، دي الابيكال، وفي سيكشن هشرحه لك، دي الاماكن قياس النبض يعني. دي حاجه اسمها الريديال عن طريق الريديال ارتري، هنا الفيمورال عن طريق الفيمورال ارتري، هنا البريكيال عن طريق ان البريكيال ارتري، هنا عن البيبلوتيال، هنا الدورسال بيدس البيدال، وجاهي شايفين اهي اهي. ممكن يجيب لك بقى رسمه في الامتحان ويقول لك دلوقتي بيقيس بالص عن طريق، انتوا كنت ممكن تكونوا خدتوا السكشن ده في المعمل، فهو بنراجع وبنتعلم. وفي حاجه اسمها بوستيريور تيبيال، الفكره ان انت تذاكر بذكاء، تحل تتدرب مش بالحفظ، فاهمين يا شباب؟ فاهمين. يبقى الاجابه ايه؟ دي اسمها دورسال ايه بيدس، نختار دي، نعمل سبميت، الاجابه ترو اهو، قال لي كوركت. نكمل نكمل. بين انكريز ذا بالس ريت، بقول لك ان البين بيعمل انكريز البالس ريت، طبعا القلم بيزود البالس، ايوه طبعا ترو اهو، شايفين ترو. اللي بعده ذا نورمال بالس ريت، ايوه انا قايل، انا لسه دلوقتي جايبها لك من الكتاب وانت شفتها جه ثلاث مرات، من 60 ل 100 يعني ايه؟ يعني هو الوقت بيتكلم عن النورمال، يبقى بتوين 60 اند بيت بيت بير مينت. انا اخترت الاجابه دي، يعني لما بتختارها بيقوم عامل جنبها صح كده سبميت، يبقى بتوين 60 ل 100 اجابتنا صحيح. اللي بعد which of the following is described blood pressure reading، من دمت اللي بيقول يعني ايه؟ يعني هو بيصف البلاد بريشر. بصوا يا شباب، احنا البلاد بريشر الضغط من 120 على 80، السيستوليك 120 والديستوليك ايه 80، يبقى 120 على 80. هو دلوقتي هنا بيتكلم ايه؟ هو دلوقتي بيتكلم عن الديزايربل المرغوب فيه، يعني ضغط يكون مرغوب فيه امتى؟ يعني بصوا لور ذان 120 على 80، بصوا لور ذان 120 على 80،
انا عايز افهمكم حاجه يا شباب، انا مش عايز اقول كل سؤال كده واقوم قايل لك اجابته وما تبقاش فاهم قوي. عايزك ان انت تفهم احنا النورمال قلت لك من 120 على 80 اب تو 100 يعني 140 على 90، يعني لغايه 140 على 90 احنا بنقول ان الشخص ده طبيعي. عدى بقى فوق ال 140 على 90 هو بقى على بوادر انه يجي له ضغط، يبقى فوق ال 140 على 90 بقى الشخص بقى عرضه ان يبقى عنده ضغط. فهمتوا يا شباب؟ فهمنا. يبقى اكبر اقرب حاجه للاجابه اللي هي لور ذان 120 على 80. 180 على 10 ده غلط، 140 على 80 ده غلط. قلت لك لما بنوصل ل 140 على 80 او 140 مثلا على 90 ان احنا على بوادر ان الشخص يجي له ده ايه ضغط، يجي له يعني يبقى عنده ضغط. فهي الاجابه تبقى دي لور. حضرتك السؤال ده ممكن طلبه كتير تتلخبط فيه. هنا بيتكلم عن حاجه اسمها البالس ريزم. البالس ريزم دي مش يعني مش ممكن ما تكونش عندك في الكتاب، بس هي على ما اتذكر ان هي يعني بس هي مهمه. يعني البالس ريزم، عارفين كلمه ريزم يا شباب اللي يعني زي ايقاع او بيشوف الريزم، فاهمين الريزم بتاع البالس؟ بقول لك ان الباترن اوف ذا بيت اند ذا انترفال، شوف او يعني الانترفال بتوين البيت مهمه. ده خباك تعريف، يعني ده تعريف، فاهمين؟ ده تعريف تحفظه ان البالس ريزم ذا باترن اوف ذا بيت اند ذا انترفال بتوين ذا بيت. احنا ما بنقلبش معلومات، ده تعريف بيكون محفوظ كده. هنا الريسبيريشن از اكت اوف بريسنج. ايوه امال ايه الريسبيريشن؟ التنفس هو از اكت اوف بريسنج، معروفه يعني. الاطفال عارف الاطفال عارف المعلومه دي. انت بتخرج ليه؟ انا كام؟ لا ابنيه مهمه. الابنيه مع انا قايلها لك المره اللي لا كنت شرحها باين في النظري، قلت لك ان الابنيه از ابسنس اوف بريزنج، بتيجي كتير قوي في الامتحان ابسنس اوف بريزنج. نعمل سبميت والاجابه صحيحه. ودي كانت نهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، مش اوصيكم لايك على الفيديو كومنت جميل وانزل اشترك في القناه وفعل الجرس علشان اول واحد تشوف الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.